ظلم على كثير من عباده. الحمد لله الذي فضلنا على كثير الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله الذي فضلنا الحمد لله الذي فضلنا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا الحمد لله الذي فضلنا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا الله أكبر فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله أكبر ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله أكبر ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إذا بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال
فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلأتينه بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لله رب العالمين أسلم لله جل وعلا فهو الله ربنا ورب العالمين الحمد لله رب العالمين أسلمنا لله عز وجل صح أم لا؟ اعترفتم أنكم من عذبه وآذاه اعترفتم أنكم أنتم من جئتم بالسحر المرسول لأمه والده من نصبه في التعذيب يعذب عذابا شديدا على إثر هذه الأسحار كانت الأمراض والعلل والهموم والأحزان ومحق المال صح أم لا؟ نعم يقرون أي نعم من نصب وأنت معه بل وأنتم جميعا معه حتى جئتم إلى نفسيته فعذبتم عذابا شديدا جن وشياطين وأباريث شداد غلاظ يعذبونه بالليل والنهار يعطون أنظار القوة والاتحاد ويعترفون بالملك وأنهم لم يرحموا هذا الرجل ولا يوم أي نعم
صحته خمسة. خمسة أنتم خمسة ملوك. خمس ملوك يعترفون أنهم خمس ملوك في البدر. الله أكبر. يعترفون ماذا؟ على أنهم ماذا؟ خمس ملوك في البدن. يقولون نحن خمسة ملوك في البدن. ها؟ على الطاقة. طاقة العلم والفهم والنور والبركة والعمل والخير والبدن. يعني حبس أنفاسه وقوته وطاقته. أي نعم. الله المستعان. الله المستعان. خمس ملوك عذبوا هذا الرجل في جسده كله. الذي يسأل عن لون أقول باختصار الهم والغم والحزن والضيق ونسمع أشياء لا بد لها من سلبيات ولهذا إن شاء الله تزال بإذن رب الأرض والسماوات لأن لا شيء يستحق أن تعيش عليه في الظلمة ويسود وجهك وقلبك وحالك. هذا جوابي. طيب أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. فالخير أثره تتجلى وكذلك غيره وأثره تتجلى. أسأل الله العفو والعافية. أسلموا لله عز وجل. أسلموا لله تعالى. أسلموا لله جل وعلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الجهل. لا إله إلا الله. عذبتم هذا الشاب. خمس ملوك. اسمع جيدا. خمس ملوك. يعني اتحدت عليه خمس ملوك. خمس ملوك. ولهذا حينما يذهب إلى المعالجين لا يطرأ عليه شيء ويقول له ماذا عندك سحر القرين؟ قل ماذا عندك؟ عندك سحر القرين. وسواس القرين. القرين مسحور. ها؟ القرين مسحور. ويقول القرين مسحور. وترجم كيف يكون القرين مسجون أو مسحور؟ سأجلي وأبين أمرا. من هو القرين؟ القرين شيطان أكل بك منذ ولادتك منذ أن صرخت حينما نزلت من رحم أمك إلى أن تموت. أكل بالجميع إلا عيسى بن مريم. والقرين هو شيطان معنا. إن كنت تقيا نقيا ظاهرا معك القرين. إن كنت فاسقا فاجرا تكذب بين المعصية والطاعة عندك قرين. القرين مع كل فرد سواء كنت مسلم كافر جميع الخلق. تلك الصرخة معك قرين بإذن الله عز وجل. لكن هل هذا ظلم من الله؟ حاشا وكلا. فقد جعل الله كذلك معك ملكا يلهمك ويوفقك ويرشدك داعي الإيمان. إذا أنت ما ظلمك الله. معك فريق ومعك فريق. فإن تقويت بإذن الله وفقت بتوفيق الله تعالى فأصبحت ملكة قوية وإشارة قوية وإلهام قوي وتوفيق قوي بفضل الله تعالى. فأنت من يأسر ويسجن ويضعف ذاك القرين الذي وكل بالشر. إنه لا يأمر إلا بالشر. إلا حتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حتى أنت قال حتى أنا إلا أن الله أعاني عليه فأسلم. هناك من يقول في أسلم بمعنى دخل الإسلام ولكم يقول سليم أي سليم شره فليأمر إلا بخير. لكن هو موجود موجود. هل يموت قبلك؟ لا. هل يخرج وأنت حي؟ لا. هل يستطيع السحرة أن تعمل معه؟ طبعا. القرين هل تستطيع السحرة أن تتعاون معه؟ أن تتعامل معه ما دام كأنه قاعدة موجودة مثبتة في دماغك وفي بصرك وفي عروقك وعظامك ودمك وشحمك وحبس جسدك. سؤال لا بد أن يفهم. اسمعوا جيدا. عندك شيء مهم جدا سلبي. طاقة سوداء سلبية. ذاكرة قوية تحفظ سرك وأسرارك. تعرف كل شيء عنك. كل واحد منا عنده طاقة في البدن وبالطاقة والذاكرة تخزن كل ما عنده في حياته من صغره إلى كبره وإلى وفاته وماته. هذه الطاقة وهذه البطاقة والذاكرة هي القرين المخلوق. هو مخلوق شيطان بروح وبنفس وبعقل يعي ويفهم. هو مخلوق شيطان مخلوق من الجن يسكن بدن كل إنسان حتى وإن يصلي ويقوم الليل ويذكر الله عز وجل
ومحب للتوحيد والإيمان. هذا قدر الله. حتى محمد بن عبد الله عنده كما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه قرين، وحتى مماته، لأن لم يثبت أن القرين يخرج برقية أو بصرع أو بحادث أو بجراحة أو بحجامة أبدا، لأنه في ابتلاء معك حتى مماتك ووفاتك، إلا أن محمد صلى الله عليه وسلم أعانه الله عليه فأسلم من شره أو سلم دخل الإسلام. وعيسى بن مريم سلم سلمه الله جل وعلا بدعوات والدته. لكن كل الخلق عندهم قرين يؤزهم ويؤذيهم، لكن الخلق يعذبون القرين ويضعفونه بالطاعة بالصدقة بالبر بالصلة بأشياء كثيرة ذكرها ربنا، وبالملك الذي كذلك يحث على الخير ويدفع إلى الخير بفضل الله عز وجل. ربك ليس بظلام، فهناك أشياء بفضل الله تعالى معنا تدفع عنا الشر نحن لا نعلمها، هناك أشياء معنا بفضل الله تعالى تدفع عنا الشر ونحن لا نعلمها. لو وكلنا إلى نفوسنا بما يحاك لنا من حاسدين وحاسدات وحاقدين وحاقدات لكنا ربما في عداد الموتى، لكن هي قوة من الله جل وعلا وحكمة من الله تعالى لا نعلمها، تدفع عنا الشر بفضل الله عز وجل بأفعال الخير والبر ودعوة الخير وهكذا، وبالملك والملائكة بفضل تعالى. لكن السؤال، هذه هل يستطيع السحرة أن يتعاونوا أو يعتمدوا أو يتكلوا أو يأخذوا أسرارا من القرين؟ نعم، لأنه هو ذي الطاقة السلبية التي تعرف عن كل شيء. فكما بين محمد صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الإنسان إلى ساحر فيسأله فإنه يسأل قرينه فيعطيه شيء يعني أمر واحد صحيح لكن يمزج ويخطب معه 100 كذبة، مفهوم؟ ذاك الأمر الصحيح يعرفه عنك بحكم أنه يخالطك، مفهوم؟ ثم يستعين بأشياء خارج البدن بأنهم يسرقون السمع أيضا. نبقى الآن في مسألة القرين. القرين الذي معك يعرف صدقك من كذبك وصلاحك من فسادك، ويعرف كل شيء عنك، نقاط قوتك وضعفك، يعرف كل شيء عنك. والقرين حينما السحر يكون سحر أشد أقوياء يعتمدون عليه، يعتمدون عليه داخل البدن، يعتمدون عليه داخل البدن. وحتى إن لم يعتمدوا على القرين فبطبيعته هو حينما تضعف هالة الإيمان وطاقة الإيمان يتقوى هو، ويصبح الإنسان ثقيل الصلاة، ثقيل عن الصيام، ثقيل عن ذكر الرحمن، ثقيل عن صلة الأرحام، ثقيل عن فعل الخيرات، أو ربما يأخذ جزءا منها دون الآخر. القرين له دور عظيم جدا في خدمة الجن داخل البدن وخدمة السحرة سواء داخل البدن أو خارج البدن. وقد يوكل القرين كذلك فينضم إلى المنظومة الكفرية السحرية داخل البدن، بحيث يصبح هو معك كسحر مرصود، كسحر ماذا مرصود؟ السحر المرصود يتجدد تلقائيا، لا يحتاج بساحر يجدده، قد يكون مرصود بساحر داخل البدن. وكذلك القرين لأنه يقارنك ويلازمك مقترن بك دائما على كل أحوالك، فهو عليم بطبعك، عليم بنشاطك، عليم بهمتك، عليم بطاقتك، عليم بخيرك، عليم بحسنك، وعليم كذلك بفسادك وشهوتك وزلتك وضعفك وغضبك، عليم بنقاط التي تهيجك التي تضعف هالتك، فيعطيها إشارات للجن والشياطين كمدخل حتى يتحصنوا حتى يتقووا، مفهوم؟ ثم لا بد أن نعلم، هل يسحر القرين؟ هل القرين الذي معك هل بإمكان الجن والشياطين السحر أن تسحره؟ ماذا ما الجن والشيطان وكلب الشر؟ فإن الشياطين حينما تعقد على الجن داخل البدن لا يبعد أن حتى هو يدخل ينضم إلى منظومة، لأن بطبيعته مؤهل إلى هذا. وأقول لكل من حاول جاهدا أن القرين ينطق، أقول أنت تحاول يعني شيء مستحيل، شيء مستحيل جدا، مستحيل. لماذا؟ القرين لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يعني ينطق، لأنه قدر الله وأمر الله عز وجل. لو كان القرين يتكلم
لكان فساد عظيم وعظيم جدا في الأبدان. لو كان القرين يتكلم سيكون فساد نتيجة الإفساد، وكذلك كأنك تقدح في نصوص ثالث شرعية. تكلم القرين إلى ماذا يفضي؟ بوح بأسرار أو هداية واستقامة وإخبار بهذا؟ وهذه خصية لا تكون إلى محمد عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما خروجه كذلك استحالة مع النصوص الشرعية، لا يمكن. إذن لابد أن لا نتمادى في هذا الأمر. القرين موجود، ينضم إلى الفئة الكفرية، يتقوى نعم بالأسحار بالعلم وبالحسد، نعم يؤذيك لأن الغاية هو أنه يؤذيك ويرضيك، لكن لا تدل للشق السلبي. عندك ملك يساعدك، عندك خير يساعدك، عندك بر يساعدك، عندك ذكر الرحمن يساعدك بفضل الله عز وجل. والقرين يبقى مخلوق ضعيف، ليس قوي، ضعيف، لا يستطيع أن يؤزك إلى أمور إلا إذا كنت أنت مؤهل إليها. إذا كنت أنت أصلا ضعيف البنية، ضعيف الهالة والطاقة، ضعيف الإيمان، تريد أن تسير وتمضي إليها. لأن حينما تأتي وساوس وخواطر الآخرين في مقابل يأتي داعي الإيمان، كل واحد منا يبغى يدير شي حاجة خايبة تقول له، كيقول كيجي واحد هاجس في عقله، ما تديرش، لا ما مزياناش، لا كذا. هذا هو داعي الإيمان، يعني كيقول لك ثقل، يقول لك ثقل، ما تعذبش، ما تديرش، هذا من الله والذي جاء من الشيطان. شوف انت فين بغيت مين، انت هالكلام كيقول لك ثبت، دير الخير. لا يجيك اللي يقولك مالك ومال هذاك، دير، علاش انت مال هو احسن منك، فعل، زير مذاه، احكو طحنو خلينا في الفرد. هنا الشيطان كيتخدم وانت مشيتي معاه. اذا الشيطان الجن مع شيطان الروح والنفس الذي هو انت، فانضمتوا بجوج فوليتوا شياطين. اما لا جاك شيطان القرين يلقي في نفسك، عمل دير فسد دير رون محن غش كذا ماله عبس دم، وتقول لا اتق الله. لا بد، لا نراعي جانب الله، نراقب أمر الله. هنا الإيمان تحرك، فهمت؟ فلم جاء داعي الشيطان لكن صدته بداعي الإيمان، فكنت مع داعي الإيمان قوة، فكان القرار نور، ما كانش فيه الغش، ما كانش فيه الخداع، ما كانش فيه حقوق، ما كانش فيه المكر، ما كانش فيه الظلم، ما كانش فيه الفساد، ما كانش فيه تعدي حق الله عز وجل، حق الغير. أما إذا انضميت إليه فهي الإشارة من الشيطان، لكن تقول تولي الشيطان وشتي معه، مفهوم؟ أما لا جاء داعي الشيطان وانت تبت على أمر الحق، كنت مع الحق مع داعي الإيمان، وكنت قوة بإذن الرحمن سبحانه وتعالى، فكنت مع الملك، مع الملائكة، لأن روحك مع روح الملائكة قد شابه. أما لا جاك وسوس الشيطان ومشتي معه، فروح الشيطان مع روحك لأن روح شياطين، فتوافقت بجوج فتفتق الشياطين. هي المعادلة هكذا، القارين موجود والملك موجود، انظر تديم الجانب الإيجابي. بغيت لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لأي حلم اش نديره؟ نفث ثلاث ولا نقص، أن نستعيذ بالله عز وجل إذا جاء غضب، نستعيذ بالله إذا جاء فتنة أو شيء من هذا، دائما استعاذ بالله، لأن الأمور السيئة تأتي من الشياطين، والبشريات التي تجل الخير في أرواحنا ونفوسنا مع الغير هي من الله، خذها بهذا الجانب. إذا جاءت البشرى، بشرى الخير، سواء الفأل الطيب، الكلمة الطيبة، الرؤى المنامية، فهي من الله عز وجل، تستبشر بها بفضل الله. لكن إذا جاءتك خيبة ما تقولش ها شتيش قلت كذا، هذه من الشيطان، لابد لا تقصها بداية، ما تحكيهاش، لا تخبر بها أحد، وتصمت وتستعيذ بالله من شرها، وتنفت على شمالك ثلاثا، هذه السنة باش تغيظ ذاك الشيطان، تنفت عليه، أنت الحقير الخس اخسع عدو الله، لن تعدو قدرك، ما شاء الله كان ولم يشاء أن يكون، من أنت حتى توسوس لي بهذه الأحلام وبهذه الأوهام وبهذه الوساوس؟ لكن إذا جاءت خير لي ولغيري نستبشر بها لأنها من الله، أمرنا بالفعل الطيب، بالكلمة الحسنة، بالرؤية الطيبة المبشرات، مش يمشي مع الجانب المظلم ونكونوا شياطين إنس مع شياطين جين. سبحين إنها الحياة عذاب، لا بد أن أفقه الناس في مسألة القرين. القرين ما هو إلا جين وشيطان. إذا استعذت بالله وذكرت الله كثيرا ضعف، اللي كيقرأ صفة الطريق الخير قارنه ضعيف، اسمع مزيان، اللي دائما عنده حسن نية مع الناس قارنه ضعيف، اللي دائما كيعطي الخير وما كيشوفش الناس بنظرة الشر كيشوفهم بنظرة الخير قارنه ضعيف. لكن اللي كيشوف كاع الناس غير خايبين، كاع الناس بغينا يديو ليه، باغيين غير يظلموه، ديما غير كئيب حزين، ديما بعيد عن، ديما هو على النظرة السوداء، قارنه قوي،
قال انه هو يعذبه ويمحنه بلا مس، اما لك المس مصيبه اخرى، دائما الوسواس، دائما العزل على الناس، مفهوم؟ لهذا كنقول لكم دائما انظروا الى الكاس الممتلئ ليس الى الكاس الفارغ، المس الممتلئ ليس الى المس الفارغ، دائما كونوا ايجابيين بفضل الله رب العالمين، لان القرين هو الا عبد من عباد الله، لن يزيد شيء على قدر الله، ما غاديش يزيد شي حاجه بذره ما مقدرهاش الله سبحانه وتعالى، لكن ما تكونش تعاون الشياطين. ولكن ملي تكون الاصابه فيها ارواح، نفوس خبيثه، عين حسد، جن، شياطين، ملوك، القرين توا كيشمر حتى هو كيريح كتافه ما كيبقاش واقف، كيعذب حتى هو وكيوسوس هو، كتولي الادوار ادوار كثيره على بدن واحد، يكون ضعيف الهاله والطاقه والايمان، يعذب عذابا شديدا. ما يجي يرتاح من الوسواس حتى يجي وسواس، ما يجي يرتاح الملك حتى يجي القرين، ما ترجي تطلع الحيه والخادمه حتى يجي القرين، وهكذا يتناوبون عنه فتصبح حياته جحيم. كلما كانت عين عطت الطاقه للقرين، كلما جاء الحسد عطت الطاقه للملك والحاسد والحاسده والعاشق وكذا والعاشقه، فتصبح الحياه جحيم. اذا ماذا خصك اخي الكريم؟ ما تلتفش للقرين، التفت للطاعه والعباده، الجانب الايجابي المشرق، كن فعال في الخير، كن في ذكر الرحمن، ابتهل، تضرع الى الله، اشكو امرك لله، ابكي واخشع مع الله عز وجل، اكثر من الرقيه، اكثر من ذكر الحصون، اكثر من سماع الملوك والجن والشياطين، المرصود وغيرها، حينما تدفع هذه الثواب هذه الامور العارضه القويه يسهل عليك الثابت منذ الولاده بفضل الله عز وجل. هذه امر سهل يسير بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تلتفت الى القرين اصلا، لا تلتفت اليه، ما دونه اعظم. هم الذين جاءوا بالعين والحسد والمس والسحر والمصود والاقفال والعقد والقبور والمصود والنجوم والكواكب والبحار والاوديه والانهار والسهول والتراب والجبال والقدر، هذه هم اقوى على حسب سحرهم وكفرهم، وربما على الموروث والسلاله والدم والبركه والطاقه والهاله وغيرها كثير. اذا انظر الى هؤلاء كيف تضعفهم، فاذا اضعفتهم سهل ضعف كذلك القرين، لان الطاقه التي بالايمان التي تضعفها الكبار سيضعف بها وكذلك. مفهوم؟ ولهذا تجد احيانا أن الناس قد تغلبوا على الوسواس وتغلبوا على أمر الطاعة والعبادة، أصبحت عندهم سهلة يسيرة، مفهوم؟ إذا تغلبت على الوسواس وأمر الطاعة أصبحت يسيرة والبعد عن المعصية فأنت ضعف القرين، لكن مع ذلك لابد هناك حرب في الأعياد، حرب في المناسبات، حرب في البركات، حرب ماشي القرين، هذا دور الشياطين القوية في البدن. اما القرين بدوره الوسواس والتعطيل والضيق، انت تجاوزت القنطره في هذا، حينما كنت تضرب ضرب الكبار اضعفت هذا القرين الصغير، لان من دونه اقوى عندك. ولكن لا تلتفت اليه، التفت الى من دونه، حينما تضرب الكبار اللي باغيين يعذبوك دائما ضعفت القرين. فلهذا اوصي امر القرين سهل جدا، لا تلتفت اليه بارك الله فيكم. اما من يحاولون ان يجعلوا الامر كمع القرين، لانهم ما وصلوا الى السهم الحقيقي الذي في بدنك. إلى الملوك الخمسة أو السبعة أو الملك الكبير أو العاشق الكبير أو المارد الكبير أو الساحر الكبير أو الطيار الغواص الكبير، ما وصلوا إليه، ثم يغلفونها بالقرين، لأنه عارف أنه مسألة القرين مسألة مختفية لا تتجلى بنطقه بالكلام، مفهوم؟ فيصبح دائما الغبش في القرين. لا، إذا كانت الأمور دون وسواس دون ضيق فاعلم أن ثمة عدو كامل داخلك لا بد أن تجلي بإذن الله جل وعلا، مفهوم؟ اسال الله عز وجل بمنه وكرمه وفقنا لكل خير. معشر الجن، انيبوا الى الله سبحانه وتعالى. معشر الجن، انيبوا الى الله عز وجل. اسال الله تعالى، وهو الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليّ
فطفق مسحا بالسوق والأعماق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا يا الله يا الله يا الله هذا عطاؤنا اللهم كما أعطيت سليمان وأعطيت أيوب وداود وأعطيت الأنبياء والرسل اللهم أعطنا من واسع فضلك شفاء وبلسم دواء وجنة ورخاء يا حي يا قيوم ما أجملها من كلمة هذا عطاؤنا قلها أكتبها أمام عينيك وتأمل نعم الله عليك يا الله يا الله والله أكتبها أمام عينيك وتذكر وتأمل في نعم الله المكرم عليك وقل الشكر ومن أسباب زوال النعم عدم الشكر عن النعم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد هذا عطاؤنا اللهم إنا نسألكم واسع عطائك وفضلك يا حي القيوم يا الله أحسن الظن بربكم ترزقون هذا عطاؤنا يا الله على قدر نياتكم ترزقون وربي هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا الله يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل ما ضاع خير قط فربه الله سبحانه وتعالى رباه ولماه ما ضاع خير قط ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور تأملوا وقليل من عبادي الشكور شكر الله ثم شكر من تفضل بالخير واجب من صنع إليكم معروفا كافئوه أي نعم الشكر على النعم وقليل من عبادي الشكور ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله الذي لا يشكر الناس على ما قدموا من خير لا يشكر ربه جل وعلا فلا بد أن تشكر ربك ثم تشكر الناس هذه قاعدة مثبتة متلازمة وقليل من عبادي الشكور لا بد أن نربي أنفسنا وأبنائنا على الشكر أن يشكروا ربهم يشكروا آباءهم يشكروا إخوانهم يشكروا أساتذتهم يشكروا جيرانهم يشكروا من تفضل عليهم بكلمة طيبة بعطاء جميل بقول حسن بتعليم لا بد أن نربي في قلوب أنفسنا الشكر الاعتراف بالجميل والشكر
من لم يعترف بالجميل ولا يشكر فلا خير فيه. وقليل من عبادي الشكور، ربنا قال قل من يشكر، أهل الشكر قلة.